هل صحيح أن من السنة النظر إلى الكعبة بدلا من موضع السجود في الصلوات المفروضة؟ لا، في الصلاة ما يجوز النظر لا إلى الكعبة ولا إلى غيرها، بل تنظر إلى موضع سجودك، لا تنظر أمامك أو فوق، أو ولا دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، إنما الطواف بالكعبة واستقبال الكعبة في الصلاة هذا هو العبادة، أما النظر إليها ما جاء دليل على أنه عبادة. نعم.